عجيب، وهو في ذاك الموطن تلد زوجة أبو بكر الصديق. من هي؟ أسماء بنت عميس. العجيب، هذه المرأة زوجة جعفر الطيار، ثم تزوجها من؟ أبو بكر الصديق، وهي الذي غسلته، أوصى به أن تغسله، ثم تزوجها علي. تزوج الثلاثة من أهل الجنة. شوف أراد الله بها خيرا. ولدت ابن أبو بكر اسمه محمد. المدينة قريبة ولا مكة يا رضوان؟ المدينة هنا، المدينة أكيد طبعا. ما ردها بولدها، ما قال أنت عبء علينا، لا، جبر خاطرها، بل سمى ابنها، بل حنكه، بل أمرها أن تتم الحج وتضع ما يمنع نزول الدم النفاس وتتم الحج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. جبر الخواطر، اجبر خاطر زوجتك بالحج، اجبر خاطر زوجتك بما تحب، بما تحب. وجبر الخواطر من العبادات المنسية. الحج ترى كله جبر خواطر، سنعرف الآن.